نواصل في ما توقفنا عنده المرة السابقة من سلسلة كلامنا على تعريف ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما لهم من المواقف العظيمة في نصرة الإسلام وما من الله تعالى به عليهم من المنزلة الرفيعة في الدين. واليوم حديثنا إن شاء الله تعالى عن أحد العشرة المبشرين وأحد الستة أصحاب الشورى ورابع رجل في الإسلام، وهو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس. وأمه هي أروى بنت كريز، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب ابن هاشم. فهو من جهة أمه ابن بنت عمي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البيضاء بنت عبد المطلب هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وتزوج عثمان رضي الله تعالى عنه بابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج رقية وولد منها عبد الله، وبه كان يكنى بأبي عبد الله. ولد عبد الله هو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم من بنته رقية. ثم مرضت رقية فخلفه النبي صلى الله عليه وسلم عليها في أيام وقعة بدر، فماتت رقية رضي الله عنها بعد ليال من بدر، وبقي ولده فمات بقليل بعدها، وانقطع نسل النبي صلى الله عليه وسلم من بناته كلهن إلا من فاطمة، فولدت زينب أمامة بنت الربيع ابن الحارث، وتزوجت أمامة وولدت فماتت هي ومات ولدها وانقطع نسلها، فلم يبق من نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جهة فاطمة. فتزوج عثمان رضي الله تعالى عنه بعد رقية، تزوج بأم كلثوم، وأيضا ماتت أم كلثوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان. البنات كملن خلاص، وقال له: لو عندي بنت ثالثة أكم بدك ليها. ولذلك كان يدعى عثمان بذي النورين. قال جماعة من السلف، منهم الحسن ومنهم المهلب ابن أبي صفرة وغيره، قالوا: لم يعرف في تاريخ البشرية أن رجلا أغلق بابا على ابنتي نبي إلا عثمان. ما في زول من نبي الله آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، ما في بني آدم تزوج بابنتي نبي إلا عثمان. اثنين، قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: هو ذو النورين صاحب الهجرتين وزوج الابنتين والذي اشترى الجنة مرتين. عثمان رضي الله عنه هاجر إلى الحبشة، وكان من أغنياء الناس، من أغنى الأغنياء، وفي أول الأمر
كان هو لوحده أغنى من الدولة الإسلامية. وبراو عنده مال تقيل. لما نزل الناس المدينة أصابت الناس شدة، وكان لرجل من غفار بئر يبتاع منها للناس. البئر دي بديك منها قربة الموية بمد من التمر، تجيب مد التمر عشان تديك قربة الموية. والصحابة كانوا فقراء، أنا ذاك ما عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفل الرجل، قال له يا أخي اجعلها لله وتلقاه مثلها في الجنة. فالرجل قال ليس عندي غيرها يا رسول الله. عثمان بن عفان قال له أنا بلقى زيها في الجنة؟ قال نعم. فاشتراها عثمان بسبعمية ألف دينار من الذهب. دي أنا غايته بحسابات الليلة قدر كيف ما بعرفها، لكن الدينار ده فيه ألف درهم، غايته ده شيء كثير جدا. اشترى عثمان رضي الله عنه وجعلها للمسلمين، وده اللي بتسمى ببئر روما. اشترى عثمان وطلعه، كان ماله ونفعه للمسلمين. أصابت الناس شدة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وكانت لعثمان قافلة داخلة على المدينة، فاجتمع إليه التجار، قالوا يا عثمان نعطيك ضعف السعر، لأنه دائما التجار لما يلقوا السوق ما فيه بضاعة ثانية خاصة في زمن الجوع بيستغلوا الناس. بيقول لك بعبارة الناس السوق، بيقول لك السوق كاشف، كاشف ده معناه تبيع بمزاجك. فقال له نديك ضعفة. قال سمعت أكثر من هذا. قالوا ضعفينا. قال سمعت أكثر من هذا، لحد ما وصلوا عشر أضعاف السلعة الغافلة بتاعته. قال سمعت أكثر من هذا، برضو عندي أكثر. أول ما دخلت القافلة وزع على فقراء المدينة، وقال ربنا قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الله بديه أكثر ولا ما بديه؟ مرقة كلها يا أخواننا. شو تعرفين مرقة القروش دي صعبة خلاص. أكان إنت مرائي ذاته والله حارة، خليك كمان مخلص لله. القروش دي حارة جدا. عثمان رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة. عثمان رضي الله عنه طلع 300 بعير، كده انت ضرب بحسابات الليلة، و50 فرس، و40 وقية من الذهب جهز بها جيش العسرة. ده شغل ثقيل جدا، ده ما بتقدر. عشان كده لما قام عليه الخوارج، وانا جاي للكلام ده بعد شوية بالتفصيل، وأساءوا إليه، قالوا عملت وعملت، طلعوا عليه كلام كثير جدا من الكذب. قال ألا تشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قالوا نشهد. قال ألست أنا الذي جهزت جيش العسرة؟ قالوا نعم. قال ألم أشتري بئر روما؟ قالوا نعم. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. قال وأما أنا، قال ما زنيت، قال والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. قال وما تعنيت ولا تمنيت في جاهلية ولا إسلام.
معناه ما كذبت في جاهلية ولا في إسلام. قال والله ما سرقت في جاهلية ولا إسلام، وما مسست يدي اليمنى مسست بها ذكري بعد أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يديدي تاني قال ما مديت لعورتي بعد ما بايعت بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذاك حصلت أشياء عجيبة جدا. المهم عثمان رضي الله تعالى عنه كان من أفاضل الصحابة، وهو ثالث الخلفاء الراشدين بعدما عمر رضي الله تعالى عنه طعن. جعل الأمر شورى في ستة، وعثمان واحد من الستة، وجعل على الناس عبد الرحمن بن عوف كأنه الأمير على الستة، ويسأل بقى بيسأل الناس في المدينة، وصل لأغلب الناس وسألهم قال والله إن الناس لا يعدلون بعثمان. أصب بيقولوا عثمان ما بنعدل بأحد بعد عمر رضي الله تعالى عنه. لذلك قال ابن مسعود بايعنا خيرنا ولم نألو، بايعوا عثمان واستقر الحال في زمن عثمان وانتشر الخير، والناس كانوا عايشين في حياة رغدة. عشان تعرف انه في ناس بجد مجرمين، بس انت تابع الاحداث دي كويس. الحياة في زمن عثمان كانت حياة رغدة لأبعد الحدود. قال الحسن البصري لقد شهدت زمن عثمان، وهو من التابعين، قال وإن منادي عثمان لينادي في الناس. ده عنده زول بمثابة وزير الرعاية الاجتماعية، يعني زول بيهتم بأحوال الناس. قال ينادي في الناس فيقول يا أيها الناس هلموا على أرزاقكم مجان، تعشر الحي أنت دائرة من موادك التومينية. قال ولقد شهدته يقول يا أيها الناس هلموا على السمن والعسل، قال فيأخذونها. يا أيها الناس هلموا على الحلل، بوزعوا جلاليب، تعشر الجلابية لقدرك وامشي كويس. قال أرزاق دارة وذات بين حسن وخير كثير، قال ولو صبروا لوسعهم ما عند عثمان من الخير، ولكن سلوا السيف مع من سل، فصار السيف على المسلمين مسلولا وعلى الكفار مغمدا. طلعوا وقالوا في ظلم، وقالوا عثمان ولا أقاربه، وقالوا عثمان بينفق على أقاربه من بيت مال المسلمين كويس. وجابوا كلام كثير جدا في مؤامرة حيكت تلك المؤامرة لضرب الدين، بكلمك عنها بعد شوية. فعثمان عاش في حياته وكان ينفق من ماله على فقراء المسلمين ولا ينفق من مال الدولة، كان بينفق من ماله هو. أي زول مسكين بيديه، أي فقير بعينه من ماله هو كويس. بعد ذاك جاءت المؤامرة، وكان قائد المؤامرة على عثمان يسمى عبد الله بن سبا، رجل يهودي، وكنية الموت الأسود أو لقبه. مش قلب الناس بأمور يزعم أن عثمان قد وقع فيها. وشوف الناس ذيل من المكر بتاعهم قاموا الحاجات دي حفظوها للناس، بشيلوا الكلام ده بقولوا عثمان عمل، عثمان عمل وعمل، حفظوها للناس كلهم، ولفوا بالمؤامرة زمن طويل، ودوروا المؤامرة في مجموعة من الدول أو المحافظات. مشوا في الكوفة عندهم الناس شغالين في الكوفة،
كويس. وعنده الناس في البصرة واحد اسمه سودان بن حمران أو حمران كويس، ده بيقلب لهم الناس بهناك. واحدين في مصر واحد اسمه الأشتر النخعي وواحد اسمه كنانة ابن بشر التجيبي، ده شغالين في ناس مصر بيقلبوا فيهم. واحدين بهناك شغالين في العراق كويس، واحدين في اليمن، قلبوا الناس كلهم وجوبوا مجموعات من الأوباش. والناس الذين قلبوهم ما كانوا على صنف واحد، ذكر العلماء أن منهم صنف هم المغرر بهم، ده ما فهم من حاجة بس قالون عثمان عمل كده مرقوا مرقوا. صنف آخر كانوا من الحسودين المبغضين للسابقين الأولين من الصحابة، بس حزنهم كيف يلقوا المكانة العالية والسامية في الإسلام ويبقوا ديل العشر المبشرين بالجنة وديل الستة أهل الشورى وديل المعظمين عند النبي صلى الله عليه وسلم وديل سادات المؤمنين، ليه؟ حسدوهم على هذه المكانة. وصنف آخر ديلك موتورين في حدود شرعية أقيمت عليهم أو على ذويهم، ديلك كمان النوع اللي بيكون زعلان في شنو؟ أقاموا عليه الحد يوم من الأيام، جلدوه في خمرة، قطعوا يده في سرقة، جلد في زنا، رجموا له زول قريبه في حد بتاع زنا محصن إلى آخره، ديل موتورين في حدود شرعية كلهم يتلملموا. وأظهروا مسائل ما هي الحقيقة، جوب المسائل بتاعتهم دي بعد ما شحنوا بها الناس. عشان كده يا أخواننا أعرفوا العلماء لما قالوا أخطر أو من أخطر أنواع الخروج على الحاكم الخروج باللسان. ليه؟ لأنه ده أساس الخروج بالسيف. المجتمع لا يخرج على الإمام بالسيف إلا بعدما يشبع المجتمع بالتأليب بالكلام في الأول، يكلموه ويسمع وتشحن. قال محب الدين الخطيب في تحقيقه لكتاب العواصم من القواصم، قال اجتهد أولئك الثوار في صنع شخصيات غير الشخصيات الحقيقة للأئمة الأعلام كعلي وعثمان وغيرهم من أئمة الصحابة، صنعوا لهم شخصيات جديدة عشان يسوغوا للناس بغض هذه الشخصيات. فدخل رجل يوم من الأيام، عشان تعرف الناس مجرمة كيف، دخل رجل على المسجد النبوي ولقى ناس قاعدين، قال من القوم؟ والخبر رواه الإمام البخاري، قالوا قريش. قال ومن الشيخ؟ الشيخ اللي بيدرسكم منو؟ قالوا ابن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك فاصدغني، هل تعلم أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال نعم. قال هذه واحدة، شوف الزلمة مشحون بشنو، في حاجات مشحون بها في قلبه، دي واحدة كده. قال هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد مع من فر؟ قال نعم. قال هل تعلم أن عثمان لم يشهد بيعة العقبة؟ قال نعم. قال الرجل الله أكبر وانطلق ماشي. ابن عمر قال له تعال تعال، وبالبساطة دي تعال. قال لي قال أما كونه لم يشهد بدرا فإنا نشهد أنه كان على ابنة رسول الله وخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته يمارضها، ونفل له النبي صلى الله عليه وسلم سهمه يوم بدر، طلع له سهمه مع الناس، مش الناس قسموا الغنائم، الشهيد بدرا قال هذا سهم عثمان. هذه واحدة قال له. اثنين،
قال وأما فراره يوم أحد قال فإني أشهد أن الله قد غفر له، لأنه الصحابة باغتهم العدو من وراهم والناس ما كانوا يعرفوا، اضطرب الأمر لحد ما اليمان أبو حذيفة ابن اليمان قتلوه الصحابة، الصحابة هم اللي قتلوه. ليه؟ لأنه الأمر اختلط عليهم، ومنهم من كان يلبس مدرع بالحديد ما بدي أعرف كويس، فالصحابة قتلوا اليمان أبو حذيفة، وحذيفة بكورك اليوم أبي أبي لمن قتلوه، فاختلط الأمر. قال له فإني أشهد أن الله قد غفر له، اثنين. أما الثالثة قال لم يشهد البيعة، قال فإني أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل عثمان إلى مكة. عثمان أصلا هو الرسول لمكة، والبيعة كانت في أن يجاهد الناس، لأنه قالوا لهم عثمان قتل في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم رسلوا لأنه رجل عنده جاه في مكة، ذو عنده قروش، والكفار ديلاك أنت ما ممكن ترسل لهم واحد من فقراء الصحابة عشان يحاورهم، دايرين زول هم يحترموا قروش، ودي لأنه ديلاك ما بيحترموا الإسلام، بيحترموا القروش، وعثمان عنده مكانة وعنده مال، فرسل لهم عثمان كويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند البيعة قال ابن عمر فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده ووضع يده الأخرى، قال وهذه عن عثمان، قالوا وهذه المنقبة، محب الدين الخطيب علق عليها، قال هذه المنقبة لو كانت عند اليهود ولا عند النصارى لعبدوا صاحبها. النبي صلى الله عليه وسلم يخوت يده يقول هذه عن عثمان، ها؟ يعني يبايع عن عثمان في غيابه، ودي منقبة عالية جدا. أول من انتهى من الثلاثة ديل قال له خذ هذه الثلاثة معك، شيل الثلاثة ديل معك كمان امشي بين. شوف كيف الناس حرضوهم، كيف ألموهم. اجتمعت تلك القبائل والرؤساء كلهم بعد ما ألبوا المجتمع، جو في منزل عثمان رضي الله تعالى عنهم وخاطبهم من فوق الدار، قال ما تنقمون علي، ما لكم عندكم أي مظلمة؟ جاء بصورة ناس متظلمين، قال عندكم مظالم أعرضوا علي مظالمكم، فعرضوا مجموعة من المظالم، منها أنه قالوا أنهم قالوا أتم عثمان الصلاة في مكة لما جاء الحج، أتم الصلاة في مكة وكان الصلاة من قبل أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلوا قصرا ركعتين، قالوا كيف يتم الصلاة؟ قال لهم أما إتمامي للصلاة فإني اتخذت أهلا في مكة فصرت مقيما فصليت بهم، أنا مقيم قال لهم. ومن ناحية أخرى عثمان عنده فقه، قال إن الحج يجمع أهل البوادي، بيجمع لك الناس البرة اللي ما تعلموا عن الإسلام شيء، ولو جو شافونا قال بنصلي الصلاة ركعتين حيمشوا في أهلهم يصلوا ركعتين، لأنه بيقولوا ده الإمام عثمان أمير المؤمنين بيصلي ركعتين، نحن نصلينا أربعة، نحن بنصلينا اثنين بس. حتى قام رجل من بين الناس قال يا عثمان والله ما زلت أصليها ركعتين منذ عاما أول، من شفتك الحج الفات أنا بصلي قال الظهر والعصر والعشاء ركعتين. فمن فقه عثمان إنه لما نزل صلاها أربع عشان الناس يتعلموا إنه الصلاة أربع. طيب هذه واحدة، قالوا له يا عثمان إنك تولي أقاربك، لاحظ شوف الحيل يا ناس عليكم الله كده، بس أستوعب معايب الراحة، ناس في زمن عثمان يقول لهم تعالوا شيلوا الأكل يا هدى، يجي شيلوا أكلهم، شيلوا السمن وشيلوا العسل وأضربوا وأكلوا والبسوا وعيشوا مرتاحين، يجي تاني بنكت لهم حاجات، قل له تولي أقاربك ليه؟ قال من وليت من أقاربي؟ قالوا الوليد ابن عقبة، قال الوليد ابن عقبة هو ابن عمة رسول الله. ليه؟ أتخيل معي هو ابن عمة، ابن عمة عثمان وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي عمتنا الاثنين، لأنه البيضاء بنت عبد المطلب دي عمتهم الاثنين كويس؟
قالوا له ولد ود عمتك، قال له ليه تقول ود عمتي؟ ما تقول ود عمه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الناس اجرامهم كيف. قالوا اعطيت الناس واهلك واقاربك اديتهم قروش، قال اما اهلي واقاربي ما انفقت عليهم من مال بيت المسلمين ولا جنيه، قال انفق عليهم من مالي انا، وانا رجل ذو مال، انتم تعرفوني انا عندي قروش. الان قال لهم ما بقي لي من مالي الا بعيرين لحجي، مالي كله مركته عليهم. ثاني عندكم شنو؟ سكتوا ما عندهم شيء، انتهت حججهم، قالوا نريد قتلك بس، ما في اي شيء ثاني، نحن قاتلينك قاتلينك. بالله شوفوا الناس يا اخواننا، ها؟ يعني قال لهم الم تشهدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم؟ قالوا نعم. الم تشهدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما وله الجنه وله مثلها في الجنه؟ قالوا نشهد. ده كله عارفينه. وطبعا ده ما فيهم صحابه، انتبه اللي بتكلم عنهم ديل كلهم ما فيهم صحابي واحد، ديل كلهم من أوباش القبائل ومجارمة بس وراهم اليهودي ذاك بس. قالوا ده نحن موضوعنا معك ما عندنا أيش تاني. قال، ودي كلمة عجيبة جدا، قال إني أحذركم من قتلي، قال لئن قتلتموني لن تقاتلوا عدوا بعدي جميعا أبدا ولن تصلوا صلاة واحدة جميعا أبدا ولن تقتسموا فيئا جميعا أبدا. ليوم الدين قال لهم ما حتتلموا، وباقي لك الأمة تاني تلمت بعد عثمان للليلة دي. الأمة ما اجتمعت على عدو قاتلته جميعا من مقتل عثمان للليلة، ولا وقفوا في الصلاة جميعا أبدا. أسأي ناس يصلوا براهم وكفروا التانين كمان، وفي بلدنا ده أسأينا مش أي ناس براهم تقدر تلمهم كلهم سوا تحط رأي شنو رأيات رائد ما بتلمهم كويس. ثم دخل عثمان وانطلقوا، بقى ما عندهم حجة، مرقوا. أول ما وصلوا منطقة معينة طلعوا، الماشين على اليمن مشوا والماشين على مصر مشوا. بعد 3 شهور جوا راجعين كلهم مع بعض، المجموعات المشت كده والمشت كده، جوا راجعين كلهم مالكم؟ قالوا لقينا كتاب بخط علي بن أبي طالب، رسلوا للأمراء في مناطقنا قال لهم الناس اللي كان جوكم راجعين اقتلوهم، ألفوا برام جو راجعين وقالوا ده بخط عثمان، وجايبين واحد بخط عائشة رضي الله عنها. كيف جو راجعين؟ قال كيف تدبروا فينا المؤامرة إذا تقتلونا أنتم؟ علي بن أبي طالب قال لهم ما كتبت ولا علمت من كتب. عائشة رضي الله عنها قالت لهم والله ما كتبت سوداء على بيضاء، ما كتبت أي كتاب؟ قالوا لهم كتبت. وجوا راجعين أحاطوا بدار عثمان، قيل 700 وقيل 1000 نفر أحاطوا بالدار بتاعته. يا ناس شوف بالله الإجرام ده كيف. عشان كده تعرف أنا كل ما أقرأ القصة بتاعت عثمان دي بقول إذا كان ناس ما رضيانين بزول النبي رضا بيه وده 2 من بناته، النبي رضا بيه ودى 2 من بناته كويس. وعلي بن ابي طالب لما سالوه قال له حدثنا عن عثمان، قال ذاك رجل يدعى في الملأ الاعلى فوق في السماء عند الله بذي النورين، فوق لقب ذو النورين. اذا كان البشر ديل ما بيرضوا بزول زي ده، زول الله رضى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم رضيان عنه والمؤمنون رضيانين عنه، وهو متع الأمة بتاعته دي وملاهم قروش وشبعهم، ده
ما رضيانين عنه، وبيطلعوا عليه ثورة ودارين يشيلوه. باقي لك زي ديل بردلون تاني بحاكم وراه برضو بمنو، هل يردلون بحاكم تاني يقهرهم ويظلمهم وياكل حقهم ويضيق عليهم ويضرب ظهرهم ويهذا؟ باقي لك برضو ما حيرضوا إلى يوم الدين، وهؤلاء لن يرضوا إلا بالدجال. قالوا بيعجبنا الدجال، بس أول ما يطلع المسيح الدجال بيبقوا معاه طوالي. عشان كده لما علق واحد من العلماء أو تعليق لابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر قال لقد أخذوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر لما نقموا عليه. ليه؟ لأنه قالوا طمعتم سماحة عثمان وطيب معشره وطبع اللين والهين مع الناس. قال بيقولوا عثمان كان بيضرب الناس، قال وكان عمر يضرب الناس، لكن ذول بيسألوا ما في اضرب الناس بالدرة، تساهر بالليل بدقك خليك من يلقاك انت ماسك لك بيت في الشارع تتونس معاه، ده خليك منه. عمر بن الخطاب لو لقاك مساهر بالليل يقول لك هذا تناول الدرة، بديك في راسك، يقول لك بالساهر مالك ما بتصحى الصبح كده، قوم يلا امشي نوم، ديك درتين امشي نوم عشان تصحى صلاة الصبح. ابن عباس في البخاري قال وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على ركعتين بعد الفجر، ما في نافلة بعد الفجر، أي ذول قام صلي في ركعتين بدي درة في راسه، ما في نافلة. قال وكنت ممن يضرب الناس مع عمر عليها. ابن عباس بيشيل درته وعمر بيشيل درته، جلتك في الجامع تصلي ركعتين تنجلد، ما في ذو سالوا. لكن عثمان طمعوا فيه لما فيه من اللين والطبع الجميل، طمعوا فيه كويس، فالناس اتكالبوا تانوا جو راجعين. بعد ما رجعوا عثمان رضي الله تعالى عنه قال للصحابة ما دار زول يدافع عني، وأغلبهم كان ما في الصحابة، وحتى المعاوى العمال في الدار في القصر بتاعه ذاته قال للناس الرقيقة في القصر أي واحد منكم بيغمد سيفه ده بدخله في محله فهو حر، امشي في سبيل الله. ما دار زول قاتل بعدي، أرسل إليه معاوية، معاوية ود عمه، لأنه الاثنين من بني أمية وعثمان هو أفضل بني أمية كويس. معاوية رسل له قال له يا أخي تعال عندنا هناك في الشام، فإن الناس في الشام على الطاعة والجنود عندنا نحميك، الناس اللي حيقتلوك. قال له ما كنت لأترك جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاور أهل الشام. قال لي أنا قاعد في المدينة جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ما بترك جواره وأمشي الشام. قال له سأرسل إليك جنودا يحموك. قال لم أكن لأقتر على جيران رسول الله بجنود أنزلهم في المدينة فيأكلون ما عندهم من القوت. ما دار أضيق عليهم أكلهم، خليهم كويس، ما خلى ليزول حاجة عشان يدافع عنه، كله كله. لما قال ابن عمر رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فتنة وقال يقتل فيها هذا الملثم مظلوما. قال مشيت له طوالي كان ملثم كده فك اللثام عنه، قال فوجدته عثمان، قال فقلت له ستكون فتنة وستقتل فيها مظلوما وأنت شهيد، قال حسبي الله ونعم الوكيل. مشى قعد في بيته وقفل داره عليه وفتح المصحف وبقى يقرأ في القرآن. يا أخواننا زول بيحفظ القرآن وبيقرأ القرآن كله في ركعة واحدة بالليل، ده بيجوا بتلب عليه وسوفها بيقتلوا زي ده بيقتلوا، تلبوا عليه بالليل وتكالبت الخوارج ودخلوا عليه في الدار ووجدوه يقرأ في المصحف
وقد لبس سراويل جديدة وثوب جديد وانتظر في مكانه. جاء الحسن والحسين وأبو هريرة وأولاد طلحة وغيرهم شالين سيوف دار يدافع عنه. قال لهم أسألكم الله وأناشدكم بما لي عليكم من الحق ألا رجعتم. أرجعوا دخلوا سيوف ورجعوا وبقى منتظر. فدخلوا عليه فضربه واحد اسمه القافقي ابن حرب مصري ضربه في راسه فسقط الدم عند قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم بعد ذلك جاءت نائلة بنت الفرافصة لزوجته تدافع عنه فضربها واحد من الخوارج لعله القافقي فقطع يدها فولت هاربة. فقال الرجل ما أعظم عجيزتها. بقى بعين ليها خبيث يا أخي ذول عامل فيها ثورة ثورة من أجل الدين. بل واحد منا الرابط المصحف في صدره يقول إنا وجدنا في هذا يعني في المصحف أن لا بد أن نزيل هذا يعني عثمان. شوف مجرمين كيف دل. واحد اسمه عبد الله بن بديل الخزاعي أول ما قتل عثمان طلع برا بيكبر الله أكبر الله أكبر قتلنا عثمان. ده بيكبر شان قتل عثمان فرحان كويس. شوف المجرمين دل كيف بالله. داك عثمان داع عليه واللي ضرب زوجته قال اللهم اقطع رجليه ويديه واعمي بصره وادخله النار. راوي القصة قال بعد زمن نقل الطبري في تاريخ الأمم والملوك قال لقيت واحد مقلوب في الواطة كرعينه مقطعات ويدينه مقطعات وأعمى. قال قلبته كده قلت له من أنت؟ قال أنا الذي دعا علي عثمان فهاتان يداي قد قطعتا ورجلاي قد قطعتا وبصري قد عمي وأنا أنتظر الرابعة دخول النار. بس الرابعة فضلت لي النار. قتلوا عثمان واحتلوا المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 5 يوم بيصلي بهم القافقي ابن حرب العكي. 5 يوم بيصلي بهم المجرم ذاك سفاح. وعثمان ابن عفان خليفة رسول الله الذي رضي الله عنه ورضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم يموت وصلوا عليه أعداد تعدهم في يدك وخايفين يصلوا عليه خايفين ودفنوه سرا بالليل عشان ما يلقوا الخوارج ويمثلوا بجثته. يا ناس دي فتن ان احنا دايرين نجرها نجيبها تاني. مهما كان الإمام المسلم ومهما بلغ حيصطنعوا أشياء يقلبوا بها قلوب الناس ويغيروا بها الحقائق عشان يجوا يعملوا الفوضى دي ولهم من ورائها أغراض وفي وراها ناس. اليهودي قاعد بوراء وبلز الناس الرمم الشماشة دين رمم وشماشة يلزهم عشان في النهاية هم يحققوا أغراض لأعداء الإسلام ويضربوا الدين ضربة زي دي. الفتوحات الإسلامية كانت ماشية جاء بعدي وعهد علي بن أبي طالب توقفت الفتوحات الإسلامية. انشغل علي بن أبي طالب بإصلاح الأمور الداخلية. دي الفتن دائما اللي بيشعلوها الكفار جوا بلاد المسلمين عشان يضعفونا نحن ويكونوا هم أسيادنا. رسلت نائلة أصابعها المقطوعة وقميصة أو قميص عثمان اللي عليه الدم رسلته لابن عمه معاوية. ولهذا خرج معاوية في الجيوش من أجل أن يأخذ الثار من قتلة عثمان ولكن ما تمكن. وبعد ذاك علي بن أبي طالب رضي الله عنه جمع منهم ما تمكن وأقام الحد عليهم. لكن أهل التاريخ قالوا ما مات رجل من قتلة عثمان إلا مقتولا. ما في واحد مات ساي. وآخرهم قتلهم الحجاج بن يوسف
ودي من حسنات الحجاج ذلك الرجل الفاسق. لما في البقية دي القرضوا كويس يا ناس، والله الزول اللي بيقرأ التاريخ ده والله بيخاف ذاته، والله بيخاف. يعني أنا دار أعرف زول شان يحكم البشر ديل يكون كيف عامل كيف يعني، بعد زول زي ده يكون عامل كيف يعني تاني شان الناس تكون راضيانة عنك. الناس دي ما بترضى يا ناس، ما برضوا ليه؟ لأنهم يريدون تلك الدنيا بس فقط، دارين الدنيا عندك دي. إنت لو عملت ما شئت برضو ما بخلوه. يقول لك ما في سيولة في البلد، تجيب السيولة يقول لك لا، الزلط داك في حفرة، تسوي الحفرة دي يقول لك لا، في مطبات كثيرة، تزيل شيل المطبات يقول لك لا، أولادنا ماتوا بسبب إنه ما في مطبات، تجيب مطبات، أنت حتقعد كده بس. ما حيرضوا بيزول أبدا، ما حيرضوا بيزول أبدا إلا بالدجال بعدين زولهم ده. ده كان مرضوا بيزول يا ناس، يا ناس عثمان ده أكثر من النصوص الجات في الثناء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق، ورفيقي بالجنة عثمان. رفيقه رفيقه كده جنبه في الجنة عثمان بن عفان. تاني سولون شنو ديل وقولون شنو؟ والله يا أخواننا تستحي منه الملائكة. في صحيح مسلم السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا وكاشفا عن ساقيه، كان كاشف جزء من ساقيه، فدخل عمر وهو على حاله، دخل قبال أبو بكر وهو على حاله، دخل عثمان فستر ساقيه. قالت ما بالك يا رسول الله؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. كويس، ما راضيانين وزعلانين، وبعد ده كويس فرحانين جدا قالوا شالوا عثمان بن عفان. وماذا استفادت الأمة؟ الدم الذي انفجر بمقتل عثمان لا يزال باقيا في الأمة إلى يوم الدين، ما بقي في ثاني. وهكذا، ولذلك يا أخواننا من قرأ التاريخ بتمعن بيعرف إنه والله لا خير في هذه الثورات أبدا، والله ما فيها خير. والسلف قالوا حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. يا أخي بعد خليك من بعد زمن عثمان وبعد زمن الخلفاء كويس وبعد زمن معاوية واحد من أمراء بني أمية، طبعا كان فيهم من فيهم، فيهم الصالح وفيهم غير الصالح، واحد صلى بهم صلاة الصبح، صح في بقايا صحابة موجودين صلى بهم صلاة الصبح مش ركعتين، صلى أربعة سكران، صلى أربعة واتلفت عليهم قال لهم نزيدكم ولا كفاية؟ ابن عمر قال له ما زلنا معك في زيادة، زايدنا طوالي. بعد ده يا أخي صحابة زي ابن عمر وابن مسعود وأنس ابن مالك قاعدين وما قالوا ثورة ثورة، يزغط 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 ثورة، صلى بنا الصبح أربعة. لكن في النهاية الصحابة يعرفوا قيمة الأمن، قيمة الأمن والاستقرار. وإن الناس إذا كانوا على تحت حاكم ولو ظلوم وغشوم وبيحوطهم ويحميهم كويس، الناس في خير برضو، الناس في خير. يا أخي الناس الليلة ما تحمد نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في الأمان ده، نحن بننوم وباب البيت فاتح بمزاج راقد، أنت شبعان نوم والباب فاتح ما في حاجة. ولاداتنا الصغار بيمرقوا بيمشوا المدرسة براهم وبيجوا، بترسل ولدك الدكان البعيد بيمشي وبيجي راجع ما في حاجة. البنايات الواحدة بتمرق من هنا بتقرا في اللبيض، وحدات بتقرا في البحر الأحمر، جامعة البحر الأحمر وجامعة كردفان وزالنجي، من هنا بيقرا في زالنجي وبتجي. وإن كان السفر برا حرام لكن تمشي وتجي راجعة برا، وتجي شايلة لا فول وما تعرف كب كبه من هناك وجايبة لها لو مبسوطة ما عندها أي مشكلة. يا ناس نعمة الأمان دي الناس ما تحمد الله عليها، ما تحمد الله على نعمة زي دي. نحن دارين الشغلة تبقى فوضى، وسيطرة الحاكم على المجرمين تنفك والحدود تتفك. الحاكم ده ما الآن ماسك ليك ناس في الحدود هم أحقد عليك من أي حاجة، ودارين فرصة فيك. مثبتنا الحاكم في الحدود هناك برا كتائب
وفئات كويس وشرذمة بتاعت مجرمين ومؤامرات ومخابرات أجنبية دي واقفة برا ما قادرة تعمل حاجة. أول ما ينفض الأمن من هنا ويبقى ما الحاكم ما عنده قوة ولا شغال بالأمر حيجوك داخلين الجماعة من بغادي وداعش القاعدة في ليبيا ديك لابتين جاهزين بس دا صنة خلي البلد دي تجوط عشان يجوك هنا. انت اللي بتتفاصح الليلة في عيشة وفي بنزين انت ما حتقدر تحمي أخواتك والله رقبتك ما تحميها خليها أخواتك والله أخواتك إلا يحملنك انت اللي بتفاصح الليلة بيجوك داخلين الجماعة هم متخيلين الآن إذا خلاص يقولك سقطت وجماعة شردوا خلوا البلد يعني خلاص الحكومة دي طلعت وطوالي هم بيجوا بمزاج كده في القصر الجمهوري والناس بتحييهم بيجوا داخلين في عهد من الفوضى انت حتعيشه بتقدر عليه تلب عليك جوا البيت تجي الجماعات دي كلها داخلة من هنا ودي من هنا ودي اللي يجوك بقى جاي ودي لك راجينك برضو جماعتك ديل تقال فاتو ساي ديل بس جاهزين راجين بيتين تبدأ الفوضى عشان يجوا داخلين جاي وفي ناس قاعدين جوا هنا في النص وفي احقاد يا اخواننا بين الناس دي كلها حيتفتح الباب ليها انت ما ناظر لهذه النعمه. عشان كده يا اخواننا ارجع واقول الناس لو صبرت واتقت ربها سبحانه وتعالى ولا يا ربنا يفرج عن الناس اي حاجه اي شيء ربنا يفرجه عن الناس. على اي حال عثمان رضي الله عنه قتل في سنه 36 او 35 هجريه وبعد ذلك ولي علي رضي الله تعالى عنه الخلافة بعده وانشغل علي رضي الله عنه فترة طويلة بمقاتلة ومطاردة المجرمين ديل والمهم حيجينا الكلام عنه في سيرة علي إن مد الله تعالى في الآجال. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا ويقينا خالصا وشفاء من كل داء. أسأله تعالى أن يحجب عنا الفتن وأن يوسع علينا في أرزاقنا وفي حالنا وأن يؤمن بلادنا وبلاد المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله.